السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نكمل المحاضرات، الحديث إن شاء الله بالمحاضرات القادمة إن شاء الله، يمكن يكون عندنا محاضرتين ثلاثة لهم علاقة بموضوع الأنتيبادي. إحنا تحدثنا بالعموميات بأنه في عندنا بداية الإميونيتي، هيومورال إميونيتي والسيلولر اميونيتي، هذه الاميونيتي بتاعت الادابتيف اميونيتي زي ما احنا عارفين، وقلنا على راس الهيومرال اميونيتي اللي هو عندي وجود بي سيل، والبي سيل تصبح عندي بلازما سيل، واللازما سيل هي اللي بتفرز الانتي باديز. احنا هنا عايزين نتعرف على طبيعه هذه الانتي باديز الموجوده عندنا وطبيعه الفانكشن بتاعتهم، الكاركترستكس بتاعت الانتي باديز. كمان ان شاء الله هنحاول نتطرق لنقطه اخرى اللي هو عبارة عن المولكولار بيسك لهذه الانتي بودي. كيف بيحصل عندنا اليوم بينتج عندي انتي بودي اي جي ام مع اي جي جي اي جي اي وهلم جرى؟ فهذا يعني منطق لابد يعني نحكى عنه بمنطق المولكولار بيولوجي، بحكم انه في عندنا شوية خلفية تمام، نعرف انه في عندنا هناك عملية تغير في الدي يعني تسمح انه الخلية تصير تنتج انتي بودي. فهذا ان شاء الله رب العالمين حيكون حديثنا في خلال هذه المحاضرات الاثنين او الثلاث محاضرات القادمه ان شاء الله. طبعا الاكتشافات توالت من فتره تقريبا نقول 100 عام او اكثر، وبدات جوائز نوبل تنضح في موضوع الاميونولوجي بشكل عام، لانه انت عارف بتحكي على مناعه، بتحكي على انتيجين انتي بودي رياكشن، بتحكي على ديفنس ميكانيزم اجينست وات كم فروم اوتسايد. طبعا بداية كان في هناك زي ما ذكرنا بالمحاضرة السابقة في موضوع الكومبلمنت، قلنا في عنا اكتشاف للأنتي بودي، في عنا مادة بتشبك على هذه الأنتي بودي، فمعناته في عنا أنتي بودي له علاقة في موضوع الديفنس ميكانيزم وعملية تدمير الخلايا في موضوع الأنتيجين أنتي بودي والكومبلمنت. وبعد هيك صارت الحديث على إنه في عنا حاجة في السيل في السيرم سموها هيومرال إميونيتي، على أساس كان في عنا وجود أنتي بودي. ومشت الايام والسنين وصار في اكتشاف انه في عندي هناك انتي بودي، صار لهم ايسوليشن تمام، وصار يتحدثوا انه في عندنا حاجه اسمها انتيجين انتي بودي رياكشن، وبدات التكنيكس تتطور، صار يتحدثوا عن اميونو فلوريسانس تكنيك، انه في عندي انتيجين انتي بودي رياكشن وانا بامكاني احدد اذا كان في عندي هذا الانتيجين او لا من خلال انه نعمل فلوريسانس انتي بودي من خلال يوزنج للفلوريسانس مايكروسكوبي وهلم جرى. والحديث بعد هيك تطور انه صار في عندي بلازما سيل هي اللي بتنتج انتي بودي، وبدات تتوضح ايش هي صوره الانتي بودي، انواع الانتي بودي تمام، ايش المنطقه الموجوده في الانتي بودي اللي بيشبك عليها الانتيجين، وطبيعه الاشياء اللي فانكشن موجوده في الانتي بودي تمام، وتوضيح طبيعه الانتي بودي من ناحيه السكريتد انتي بودي والممبرين اسوشيتد انتي بودي. وتطورت الامور بسنوات معينه في طبيعه ايش هي الجينيتك بيسك او المولكولار بيسك اللي بتفهمني الانتي بودي بشكل اجمل تمام. وهذا الكلام على كان على يد توني جاوا تمام، في انه يحاول يعرفنا طبيعه الانتي بودي من ناحيه المولكولار بيسك لها. وطبعا اكيد اخذ عليها جائزه نوبل في هذا الامر، كانت بالفعل عباره عن صرخه جميله في موضوع فهم ايش المولكولار بيسك لهذه الانتي بودي سويتشنج اون او سويتشنج اوف زي ما هنحكي ليتر اون ان شاء الله. اميونو جلوبولين زي ما احنا عارفين طبعا، هذه الاميونو جلوبولين طبعا بدوا يعرفوا سلسلتها ايش عليها، فقالوا انه هذه عباره عن بروتين من امينو اسيدز موجوده عندي، وهذه عليها اتاشمنت لا شوغر، على هذا الاساس قالوا انه هذا عباره عن جلايكوبروتين. من وين تخرج؟ تخرج من البلازما سيل. اذا احنا البي سيل لابد تتحول الى بلازما سيل على اساس تصير عندي عمليه برودكشن لانتي بوديز. الان هذه الانتي بوديز موجوده عندي طبعا بالسيره اوكي، وبدوا يتحدثوا انه والله احنا عملنا الكتروفوريسز للبروتينات بتاعت الموجودة عندي في السيركوليشن في السيرة، وقالوا انه والله في عندنا البومين هو على رأس القائمة، وعندي والله انتي عندي بروتينات موجودة في الجراف تحت هذا الاريا الفا 1 الفا 2
عندنا بيتا، وكمان قالوا في عندنا جاما اريا. تمام، على هذا الاساس جاما جلوبولين اسميهم جد. من خلال طبعا دراسه الالكتريك فيلد مايجريشن لهذه البروتينات الموجوده عندي في الدم، فبجدوا انه في الاخر انه والله هذه الانتي بوديز بتقعد تحت اللي هو جراف اللي هو اسمه جاما، زي ما احنا شايفين جاما. وهذا الوضع الاساسي طبعا لموضوع جاما جلوبولين اريا. عندنا بيتا، عندي الفا 1 وعندي الفا 2 في هذه الاريا، وعندي كمان هناك الالبومين. فبدوا يقولوا انه والله عندي في الجاما جلوبولين، تمام، انه الانتي بوديز تاعتنا هي عباره عن جلوبولين لكن موجوده في تحت خانه الجاما اريا، على اساس انه جاما جلوبولين. تمام، فايش كمان صاروا يحكوا؟ قالوا والله هذه الانتي بوديز في منها سكريتد ومنها ممبرين اسوشيتد. تذكروا لما كنا نحكي في البدايه كنا نقول والله انا عندي تي سيل عليها ريسبتور اسمه تي سيل ريسبتور، يتكون من الفا بيتا تشين، هذا كلام تحدثنا عنه سابقا، وذكرنا انه يوجد عندي انتي بودي، تمام، موجود على سطح البي سيل، موجود نيتشرلي، وقلنا هذا عباره عن اي جي ام ومعاه اي جي دي، وهذا عباره عن ايش؟ عباره عن ريسبتور موجود عندي على البي سيل. تمام، اذا في عندي وكانه بتقول في عندي انتي بودي سكريتد وانتي بودي ممبرين. طب ذاتس رايت، انا ممكن يكون عندي انتي بودي على السيرفيس، مش ممكن على اكيد بتاعت البي سيل اسمي اي جي ام، وممكن اكون انا اي جي ام موجود على في السيركوليشن، لكن دائما نفهم انه انا اي جي ام الموجود على السيرفيس عباره عن مونيمر، يعني عباره عن 1 انتي بودي مولكيول اي جي ام، لكن هناك عندي حيكون عباره عن انتي بودي مولكيول از ابنتامر، يعني خمسه مع بعض مرتبطين بتشين. اذا هذا بشكل عام. اوكي، وفهمنا موضوع البلازما سيل وهلم جرى. طيب اذا هذا الانتي بوديز الموجوده عندنا صار يتحدثوا انه يوجد عندنا ذا ممبرين باوند فورم اوف انتي بوديز اسوشيتد وذ هيترو دايمر. قالوا لي والله ان ذا الانتي بودي اللي بتحكي عنه هذا الاي جي ام اللي على السيرفيس مش هو اساس الحدوته في انه يعمل عمليه الاكتيفيشن، لانه هو مستقبل. اذا لابد يكون في حواليه تشين اسمها ميونوجلوبولين الفا تشين وميونوجلوبولين بيتا تشين، تمام، مع مين؟ حوالين الانتي بودي الموجود عندنا. ليش؟ لان هذول مهمات جدا، هذول بيشكلوا لي عباره عن تشين اللي من خلالهم تيجي عمليه السيجنال، سيجنال ترانزكشن، ودائما عمليه التفاعلات الخلايا مع بعض كل لابد يكون خلال اشاره تاتي يعني. تمام، اذا هذول عباره عن ايش؟ تشين بيجي من خلالهم انترا سيلولار سيجنالينج ميكانيزم، وهذا اللي علاقه في موضوع ايش؟ البي سيل اكتيفيشن زي ما هو موجود عندنا. هذه الصوره طبعا زي ما ذكرنا في السابق هي عباره عن توزيع لبروتينات جسمي الموجوده عندي في اي منطقه بياتي عندنا بهذا المفهوم. وهذا كان من خلال الالكتروفوريسيس على الكلاين كونديشن على الاتش 2. طبعا هنا بيعطيني انديكيشن يوجد بعض الاحيان ممكن يكون الكيل عندي اعلى اوطى، وهذا بيعطيك اشعار انه ايش في عندك انتي بودي، مين كثير مش قليل، بيعطيك اشعار انه في عندنا، لكن بعد هيك تحتاج الى عمليه ايدنتيفيكيشن ايش هو نوع الانتي بودي اي جي ام اي جي جي اند سو اون، وهذا بيعطيك انديكيشن للحاله المرضيه. ممكن يحصل هذا الكلام، ممكن بعض الحين ياخذ شكل معين من الكيرف بتاعت الجاما ويعطيك اشعار انه الحق في عندنا سمثينج بروبلم، ممكن يتالق بعض الاحيان بكانسر على مستوى البلازما سيل، بيحصل زي ديزيز اسمه مالتيبل مايلوما زي ما حنحكي عنه ان شاء الله في بلاد ديزيز. فهنا بيجي بيعطيني ستراكشر، هذا عباره عن انتي بودي. اعتبر انه عندك هنا بلازما ممبرين لبي سيل، هاي انتي بودي. طب لاحظ كلمه سيجنال، طب موضوع يعني منطق، هاي انتي بودي موجود بيشبك عليه انتيجين، طب وين السيجنال اللي حتطلع لانه هنا اوريدي دوب؟ اذا معناته كانه بيحصل عندي الارتباط ما بين الانتي بودي والانتيجين، بيعمل كونفورميشن تشينج. الكونفورميشن تشينج هذا اللي حيعمل عمليه الاكتيفيشن لعبر من الفا وبيتا اللي حوالين السيل ممبرين. اذا هذا عباره عن ممبرين كومبلكس، من خلاله ايش بيحصل؟ بيحصل عندنا من خلال السيتوبلازم كتير اللي هي عباره عن السيل سيجنال اللي ذكرناه. اذا هذا الوضع. وكان انت ملاحظ الانتي بودي هنا، خلينا في الانتي بودي الان، عندنا زي ما انتم شايفين خط نازل وخط عندي كمان نازل، وكانه بيقول لي يوجد عندي تو تشين في الانتي بودي. انتم
التحضير. هذول الأورام هذول عبارة عن هيفي تشين، هذا كلام جاي ليتر بس اوريدي يعني نوضح الأمر في وجوده. هنا هيفي تشين 2 مالهم ايدنتيكال، وعندي كمان لايت تشين 2 نفس القضية. إذا عندنا 2 ايدنتيكال ألفا تشين، عفوا 2 ايدنتيكال لايت تشين و 2 ايدنتيكال ايش؟ هيفي تشين. تمام، هذا هو الأمر. وده بنلاحظ كمان لوك لايك في عنا زي دومين 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 لللايت ودومين للالفا. تمام، وده بنلاحظ كمان تحس انه في عنا ارتباط بين الامينو اسيد عباره عن دايسلفايد بوند، حتى التشينز مع بعض. هنا في عنا دايسلفايد بوند دايسلفايد بوند، هنا داي وهلوم جر. تمام، هذا الشكل. طب اذا انت كمان قلت لهم انه انتم عباره عن جلايكوبروتين، اذا هذا عبارة عن أمينو أسيد، ممكن يرتبط عندي هنا جلايكو، عندي هنا كربوهيدريتس، هنا كربوهيدريتس، هنا كربوهيدريتس، ويختلف من أنتيبادي لأنتيبادي في مدى كثافة الكربوهيدريتس اللي على سطحه. تمام؟ إذا هذه الصورة. هذا الأنتي ماله؟ طبعا اكسبت سبيسيفيسيتي بيولوجيكال أكتيفيتي. تمام؟ إذا هذا الوضع الموجود عندي. أوكي؟ إذا في عندنا بيولوجيكال اكتيفيتي موجودة لهذا الانتي بودي الموجود عندي. نيوتراليزيشن لتوكسين، طبعا في عندنا انتوكسين عبارة عن انتيجين، أكيد بيعمل النيوتراليزيشن معادلة لهذا التوكسين ارتباط. الموبيلايزيشن أوف مايكرو أورجانيزم يعني بيرتبط على المايكرو أورجانيزم بشكل أو بآخر، بيعمل نوع من الفيكسينج. تمام، بعد هيك ممكن يحصل له عملية لايسيس تدمير، يا إما يصير له عملية فاجوسيتوسيس، متعارف عليه زي ما بيحصل بموضوع فيرال انفكشن بكتيريال انفكشن. اجلوتينيشن للمايكرو اورجانيزم طبيعي، انتي بودي حتشبك عليه بعده انواع، عفوا انتي بودي ديفرنت انتي بودي لها سبيسيفيستي معين على الانتيجنز بتاعت هذا المايكرو. البريسيبيتيشن اوف سوليبل انتيجن، هو الكلام ممكن يحصل من خلال انتيجن انتي بودي رياكشن. كومبلمنت اكتيفيشن، حكينا الكلام هذا المحاضره السابقه. لايسيس، ذاتس رايت، ابيليتي تو كروس بلاسينتا، والله بقدر اروح على بلاسينتا، وكذلك انا بطلع من الابيتيل السيل واطلع على السكريشنز بتاعت اللومن بتاعت الجاستروتستينال. في عندي اي جي ام اي جي عفوا اي الوت. تمام، في عندي اي جي اي الوت، في عندي اي جي اي في السلايفا، عندي اي جي اي في الجي اي تي تراكت الجاستروتستينال تراكت، في عندي بلاسينتا، انا بطلع عندي انتي بودي اي جي جي بطلع من البلاسينتا بروح على البيبي. اذا هذه كلها عباره عن كاركتر لهذا الانتي بودي كفانكشن. موضوع سهل هذا المجرد. بيجي بقول لي أنا هنا أوكي، هذا الأنتي بودي اللي عندك ذكرته زي ما أنت شايف، المغروز عندي في الممبرين هنا COH، هنا عبارة عن NH2. تمام، الكلام اللي ذكرته أنت الآن، هاي عندي 2 chain مظبوط، 2 heavy chain. تمام، وعندي 2 light chain، that's right. نهاية COH NH2 لأنه عبارة عن بروتين أمينو أسيدز توجدر بيبتايد. تمام، ده بنلاحظ هذا يصير في عنا ريجون هنا اسمه هنج ريجون، وكأنه بتحس كأنه عبارة عن زومبراك، يعني عبارة عن إدراع بيمتد، يعني عبارة عن أنتيجين هنا أو ممكن أمتد هنا، ممكن أنتيجين أمتد. That's right. إذا الهنج ريجون برضو لها فائدة، هل نتحدث عن الهنج ريجون فانكشن ليتر أون، لكن مهمة جدا. ممتاز، الآن نيجي للستركشر بشكل شوية. بقول لي أنت بشكل عام هذا الأنتي بودي بإمكاننا نقطعه قطع، تمام، زي ما حنشوف ليتر اون بلا شك. خلينا نطلع نقرأ وروحنا نطلع الصورة. بقول لي هذا كان عندي إنزيم اسمه بابين، والله هذا سبليت اي جي ام موليكيول ات هنج ريجون. تمام، وبعطيني 3 فري فريجمنت اوف ايكوال سايز اف اي بي. اف اي بي ايش يعني اف اي بي؟ اللي هي الفريجمنت التي يتم فيها الارتباط الانتي بودي مع الانتيجين مع الاف سي. ايش يعني؟ خلينا نطلع على البابين هنا، هاي وين؟ انزيم بابين، والله انا قطعت عند الهنج ريجون بقطع. ايش اعطيتني؟ هو اعطيتني قطعه اسمها اف اي بي، قطعه موجوده. ايش يعني؟ الدراع بتاع الهيفي مع اللايت، اللي هي المنطقه اللي هنا بسموها هذا المنطقه الفريجمنت اللي بصير فيها انتيجين انتي بودي، لان الانتي بودي بيشبك الانتيجين يعني في منطقه معينه هنا. هي طبعا تجاوز الحلول عنها الايديوتايم، كأنه انت بتقول الانتيجين في حاجه اسمها ايبيتوب، والانتي بودي في حاجه
حاجه اسمها ايش؟ ايديوتايب. ممتاز. يحصل من عمليه قط لهذه البوند الموجوده. كمان بقول لي كمان انت ممكن تقطع تضيف ميركابتوتانول، هذا ريديوسنج ايجنت، بيعمل لي ريدكشن. بيعمل لي الدايسلفايد بوند، بيرفع لي الدايسلفايد بوند، بيطلع عندك وكانه عندك الت شين وايش؟ وهيفي شين. تمام؟ بقول لي والله انت ممكن تقطع بيبسين، بيعمل لك دايجستين. الاف سي ايش معناها اف سي؟ بقول لي انت في عندك فريجمنت هنا، سوري اسمها كونستنت فريجمنت. تمام؟ هذه موجوده. وكانه بقول لي انا في عندي ان جنرال الانتي بودي كل تشين في عندها كونستنت ريجن وفيريبل ريجن، ذاتس رايت. هذا بسموه فريجمنت كونستنت. تمام؟ تمتد تقريبا لهنا. في عندنا هنا ايش بسموها؟ هذه ايش؟ هذه كونستنت، هذه فيريبل، هذه كونستنت لهنا، انا فيريبل. نفس القضيه هذه مين؟ هذه الهيفي تشين، هذه الهيفي تشين، هذه اللايت تشين. اللايت تشين ايش معنى اللايت تشين؟ انا في عندي كونستنت ريجون، انا عندي فيريبل ريجون، عندي كونستنت ريجون، عندي فيريبل ريجون. بقول لي انا هنا عمليه التقطيع باي بيبسين بقطع لي هنا الفريجمنت الاف سي الوت بشكل او باخر، وبضل عندي الفريجمنت ريجون بتاعت الانتي بودي انتيجين بايندينج، التنتين بضلوا مشبوكين مع بعض بشكل او باخر. هيك ما قدرت هذا الانزيم. الان هذا الكلام هو يختصر هنا، ولكن نقرا. بقول لي الفريجمنت بتاعت الانتيجين انتي بودي كان بايند انتيجين. طيب ماشي، يعني انت الان انا كانتيجين انتي بودي لو انا لحالي مقطوع قطعه اف اي بي ريجن بيرتبط علي انتي بودي؟ صح، بيرتبط علي الانتيجين، عفوا بيرتبط. تمام، بس بيرتبط عباره عن ارتباط وخلص بشكل ملوش معنى. الان البيولوجيكال فانكشن تحتي انا كانتي بودي لازم تكون من خلال الاف سي ريجون. يعني مثلا انت قلت انه الانتي بودي لازم يكون موجود في حاله الكومبلمنت اكتيفيشن. قلنا عندنا اي جي ام تنتين جنب بعض لازم يجي يشبك على مين؟ على الكونستنت ريجون. ذاتس رايت. هذه الفريجمنت تحت الكونستنت هي اللي بنحكي عنها، هي المسؤوله عن الفسيولوجيكال. لكن لو ما فيش عندي الاف سي ريجون مش هيشبك الكومبلمنت، وكانه فيش فانكشن بيولوجيكال. شغله ثانيه، حكيت لنا والله الانتي بودي له مستقبل على سطح الماكروفيج. ذاتس رايت. مين المستقبل؟ للاف سي ريجون. وضحت؟ اذا البيولوجيكال اكتيفيتي بتاعت الانتي بودي هي تاتي من خلال الاف سي ريجون. تمام. بقول لي ميركاتو ايثانول بريك الاس اس بوند اند فور تشين ار، يعني قطعت لي انت شلت الاس، عباره عن الدايسلفايد بيعمل لي ريديوسنج دايسلفايد بوند. بيبسين دايجست زي ما شفنا احنا 2 اف اي بي جوينت مع السلفايد مع سيفرال كات او ريجونز بتاعت مين؟ الاف سي الموجود هنا. هي الصوره نيجي نطرحها الشكل عشان نثبت المفاهيم اكثر. بقول لي والله عندي مظبوط هي في تشين. قلت لنا والله فيها دومين، ذاتس رايت، دومين. عندي لايت تشين، عندي كونستنت ريجون وفيريبل ريجون لللايت. طلع عندك هنا كونستنت ريجون بالدومينز تاعتهم، عندي هيفي فيريبل ريجون للهيفي، هيفي 1 2 3 لمين؟ ونفس القضيه للي عقبالها. وكانه هنا انا نفسي هنا، هذه قضية لازم تكون انت فاهمها، انه اللايت تشين حتى الفيريبل ريجون، تمام، انا موجود هنا بده يكون نفس الستايل موجود هنا، وكذلك الفيريبل ريجون بتاعت الهيفي نفس الستايل ونفس الامينو اسيدز موجوده هنا موجوده هنا. تمام. مش بقول لي كمان طلع فوق؟ بقول لي والله انا الهيفي انا اسمي ممكن اكون اسم ميو، انا اسمي جاما، انا اسمي الفا، انا اسمي دلتا، انا اسمي ابسلون. يعني انا لو انا اقول انا اسمي ميو ايش يعني؟ يعني انت عندما تقول ان عندك هيفي تشين انا اسمي ميو، اعرف انه انت تتمثل من انتي بودي اسمه اي جي ام. جاما انا من اي جي ام جي، الفا انا اي جي ام اي، اي جي اي، دلتا انا اي جي دي، ابسلون اي جي اي. وضحت؟
إذن هذه أسماء للكونستنت ريجون ومنها انطلق اسم الأنتي بادي. تمام؟ ولكن بقول أنا الميو ممكن كمان أعبر عنها الميو جين أو الجينيتك ماتيريال الميو تاعت الأنتي بادي، الجاما تاعت الأنتي بادي، الألفا والدلتا أو الإبسلون. اللايت تشين ها إذا ملاحظ إيش حاطط لي؟ قال لي آه عندك لايت تشين يا إما هذه يا إما هذه، يا إما كابا يا إما لامدا. أيوة، وهذا اللي ذكرته، إنه أنت بتقول لي في لايت تشين اسمها كابا واسمها لامدا، صح. كل واحد إلى مكان تبنى فيه، صح. كل واحد إلى كروموسوم تبنى من عنده، صح. إذا أنا لو بدي أجي أعمل أنتي بادي اسمه أي جي جي، اعتبروا هذا، هذا الأي جي جي ماله؟ عنده لايت تشين اسمها كابا، هذه كابا وهذه كابا، يعني بنفعش يكون هذا كابا وهذا لامدا. ليش؟ لأنه أنا أنتي بادي موجود عندي تو أريا للأنتيجين بايندينج، لازم يكون سيميلاريتي نفسها في الكونفورميشن، واضح؟ لأنه ممكن أنا كابا شوية أمينو أسيد تختلف عن إيش؟ عن لامدا، وضحت؟ بنفعش أنا أشبك على أنتيجين أو على إبيتوب إكس والمنطقة الثانية تشبك على إبيتوب واي، نو. شبكت هنا على إبيتوب إكس في هذه المنطقة اللي قلنا عنها إيديوتايب، هنا لازم يكون على إبيتوب إكس زيها. تمام؟ تمام. انترستد. أنا هنا نفس القضية، دومين، موضح لي دومين ليس إلا. وبعدين بقول لي الهيفي تشين أو اللايت تشين عندهم كونستانت، بس اللايت معروف كونستانت دومين واحد وهنا واحد. الهيفي تشين يختلف في أنتيباديات بتساوي عدد الكونستانت دومين تاعتهم، في عندهم منهم ثلاثة وفي منهم عندهم أربعة، بيحصل. تنساش انه في عندنا حديث اسمها كمان بين الكونستنت دومين واحد دائما، سواء كان في اي واحد من الانتي باديز، ما بين كونستنت دومين واحد وكونستنت دومين اثنين يوجد عندي منطقة الهنج ريجون. موضوع شغلة ثالثة ذكرتها قبل هيك، قلت والله عندي بيولوجيكال اكتيفيتي، ومنه هذا مسؤول عن البيولوجيكال اكتيفيتي. وانا ذكرت انت اسمك جلايكوبروتين، اه والله يعني كربوهيدرات موجود، وتختلف توزيع الكربوهيدرات من انتي بادي لاخر، وهذا له علاقه بالفانكشن بتاعت الانتي بادي. تمام، نيجي طبعا كلام سهل، اللايت تشين ار اولويز ايدر بوت تو كابا اند لامدا، نايس. ديفولت ان كربوكسيلين مش قضيه. ان هيومن بقول بشكل عام في الانسان، لو طلعت على جسمك ورحت مخدت الانتي بادي الموجودة في دمك، بقول تقريبا 60% منهم كابا. ايش يعني كابا؟ و 40% منهم لامدا. يعني مثلا انا عندي اي جي جي، والله انا بي سيل طلعت بلازما سيل طلعت انتي بادي اي جي جي الك يا انتيجين اكس، والله عندي انا بي سيل طلعت بلازما سيل طلعت انتي بادي اي جي جي، والله انا الك يا انتيجين واي او زد. اذا ممكن يكون عندي انتي بادي اسمه اي جي جي اللايت تشين كابا. تمام، وطبعا التو تشين اللي حيركب منها حيكون كابا. تمام، او ممكن يكون اللامدا، مش شرط. يعني ممكن الاحظ 100 نوع اي جي جي في الدم. تمام، ال 60% من هذول الانتي بادي عندهم كابا و 40% عندهم لامدا، بيحصل على لايت تشين. فبقول لي بيحصل بعض الاحيان امراض اورام زي تيومر بي سيل، زي ما ذكرنا في عندنا مونوكلونال انتي بادي دائما تخرج نوع معين، اعتبره اي جي ان مثلا على سبيل المثال او اي جي جي مثلا، ففي عندك دائما ايش؟ نفسه حيكون سو ان كيس اوف بي سيل تيومر جيف ا مونوكلون ذات از موستلي وان كايند، بتحس انه كل الانتي بادي اللي صارت من خلال عمليه السرطان الموجوده عندي معروف كلهم يا إما كابا يا إما لامدا، لكن في الوضع الطبيعي أنا عندي كابا وعندي لامدا. تمام، هذا بالنسبة لهذا الموضوع. نيجي لنقطة أخرى في هذا الجانب، بقول لي كمان اللامدا
في عنا لامدا 1 لامدا 2 لامدا 3 لامدا 4 يعني هذول عبارة عن زي ايزو تايب في عنا اختلافات بشوية امينو اسيد هنا وهنا في الكونستنت ريجن according to the lambda to that change برضو لامدا 1 ولامدا 1 هناك موجود عندي لامدا 1 وعندي هناك ممكن يكون لامدا طبعا موجودة مش جين يعني اسمه لامدا لا هو كله لامدا ولكن في عنا سيرتين امينو اسيد اختلفت ليس الا according to the change of the constant region of the heavy chain there are five different classes isotype إذن طبيعة الانتيبادي هم خمس عائلات سميناهم isotype ليش؟ لأنه أنت سميت من ال constant region عشان هيك قلنا في عنا heavy chain mu gamma delta epsilon alpha واضح؟ هذول الابس انا بعزتها واختلافات بينهم اختلافات في الجينيتك ماتيريال بتاعت كل واحد منهم في منطقة الهيب تشين اساس اعطيهم اسماء تمام بمعنى معلش هاي شوية لما بجيب انه انا ممكن اكون اي جي ام وانا اكون اي جي جي احنا التنين طالعين لنفس الانتي بادي ايش يعني طالعين لنفس الانتي بادي انه صحيح انك اي جي جي واي جي ام مختلفات في الهيفي كلام سليم لكن لما نشبك عليهم شبك عليهم اللايت تمام اللايت تشين تمام اللايت تشين اوكي اذا في عندنا لايت وهيفي لكن ايش اللي بصير هذا الكلام حنشوفه مستقبلا في موضوع الجينيتك ماتيريال انه اللايت تشين بتاعت الهيفي وبتاعت اللايت تشين عفوا الفيريبل ريجون بتاعت الهيفي وبتاعت اللايت تمام هدول التنين اوكي هم نفسهم للاي جي ام وللاي جي جي واضح لكن هدول ما لهم حصل في عندي نوع من بسموه سويتشنج بشكل او باخر شبكوا لي التنين نفسهم على الاي جي ام على الاي جي جي فمعناته ما دام الفيريبل ريجون هم نفسهم للاي جي ام وللاي جي جي معنى الكلام انه احنا سبيسيفيك لسيرتين ايبيتو ذاتس رايت وعلى الاساس انا بكون عندي دائما في العدوى او في الالتهاب اي جي ام بيطلع لانتيجين اكس ما تشوف الا بعد فتره اسبوعين ثلاثه طلع اي جي جي لانتيجين اكس لكن انا اسمي اي جي جي وانت اسمك اي جي ام لكن انا وانت لمين لاكس انتيجين وضحت هاي الصورة عندي هون اذن the difference in biological اذن فهمنا اسمه ايش isotypes هم انواع الانتيبوديز the differences in the biological activity of the antibody are attributed to the isotype class الاتش تشين differ in size and in carbon بقول لي هذه الاتش تشين تمام هي من خلال هذه الاسماء بتاعت الايزوتايبس وكذلك في اختلاف في السايز وكطبيعة الكربوهيدرات الموجودة على السي اتش 2 ايش يعني سي اتش 2 اللي هي الدومين تاعت الكونستنت ريجن تاعت الهيفي تمام اذا بيجي بقول الكربوهيدرات بيضفي فانكشن على الانتي بودي وهذا الكلام بيجي بقول لي مثلا is one of the elements that contribute to the biological activity of these domains in the activation of complement مثلا انا رب انه ال complement activation علي ال IgM انا ك IgM تمام وانا ك IgG ما كانش على ال IgA او ال IgD او ال IgE لانه احنا عندنا كربوهيدرات بساعد انه يربط نوعا ما ال complement علينا اللي هو زي ما كنا نقول عندنا ال complement C1Q for example تمام من خلال الكربوهيدرات الموجودة على الـ CH2 وأنا ممكن الـ CH2 طبعا الموجود عندنا في جلايكوبروتين عفوا كربوهيدرات عليها في الحال ما يكون IgM أكثر من IgG بيحصل هذا الكلام واضح؟ إذا فهمنا أنه الـ constant domain بتاعت الـ heavy chain 1, 2, 3 و 4 مثلا أو 1, 2, 3 اوكي مش قضية بتاعت الـ constant بصيغه وطبيعة الانتيبادي الموجود عندي وكذلك طبيعة الـ CH2 ايش عليها كربوهيدرات هذا حيساعد
في انه يحدد لي طبيعه البيولوجيكال اكتيفيتي بتاعتك انت يا انتي. بيجي بيقول لي انا في هذه الصوره يوجد عندي انا في هذا التيبل جي او انا جاما مفهوم. بقول لي تنسى شنو الجاما فيها مع كمان سب كلاسز عندي انا اي جي جي 1 2 3 4 جاما 1 2 3 كل واحد لها جين قطعة الدي ان اي بلاش اقول جين عفوا قطعة الدي ان اي مسؤول عنها صحيح اي جي ام ميو ماليش سب كلاسز اي والله في عندي اي الفا 1 هل في عندك الفا 1 والفا 2 جينز عفوا قطعة الدي ان اي صح اي نفس القضية ما فيش عندي انا سب كلاسز دي ما فيش عندي سب كلاسز وهي عبارة عن كابا واللامدا بشكل او باخر تمام هذه من ضمن الشغلات في موضوع الانتي بودي على اساس احنا نكون عارفين كيف الاسم جاء وهل هم جاوا ممكن يحصل عندي جاما 2 كابا 2 تنتين جاما تنتين عفوا جاما 2 كابا 2 سوري انه عندك جاما 2 ممكن يكون انا اي جي جي 2 عشان يكسب ماني جاما 2 انا لايت تشين اسمي كابا تمام اذا بيحصل عندنا اي جي جي 2 اللي هو بتشكل من جاما تشين نوع 2 وكابا مش 2 لا هي كابا نفسها كابا تمام او ما اكون معي لامدا انا اي جي جي برضو معي لامدا تمام مش قضية كبيرة في هذا الامر الفا نفس القضية في عنا الفا 1 والفا 2 لكن ممكن يشبك على الالفا هيفي تشين كابا او يشبك لامدا احنا قلنا اور لكن في هناك نسبة ابسلون نفس القضية انا ما عنديش سب تايبس لكن في عندي ايش برضو الفا وبيتا ك عفوا تشين مرتبطة معهم فمن هنا كان لابد وكذلك الابسلون ما فيش عندنا ودي نعم في هذا الموضوع اذا فهمنا الان كابا اور لامدا اي جي اي مثلا ابسلون 2 كابا 2 ابسلون 2 لامدا 2 اوكي اذا انا اجي اطلع الاي ابسلون كابا ولامدا ابسلون 2 كابا 2 او لامدا 2 هنا عفوا يمكن شويه المفهوم ممكن انا اكون جاما 2 كابا 2 لاي جي جي 2 سوري بس انا هنا كان بيجي بيحكي لي 2 في هذا الموضوع عفوا اسف 2 المقصود تنتين تشين كابا تنتين تشين ابسلون تنتين تشين لامدا تنتين تشين ابسلون تنتين تشين دلتا تنتين كابا تنتين دلتا تنتين لامدا سوري وضحت يعني المقصود في 2 تشينز المولكولار فورما تمام بس لا التوضيح ليس اكثر تمام ممكن كنا انتشر ايش واحد لواحد بس هو بيقول بشكل عام عفوا مولكيول واحد لكن هو دائما المولكيول عباره عن الفا 2 عباره عن 2 سواء كان دلتا 2 جاما 2 ابسلون 2 ميو مع تنتين كابا تنتين سواء كان لامدا نو بروبلم بقول لك اتش تشين كونفير ديفرنت بيولوجيكال فانكشن اون ايتش ايزوتايب بقولي الـ H chain confer different biological function on each isotype يعني طبعا الـ H chain أكيد effector function ومن خلالها بعد بصير anti antibody بصير الـ function أمان free no تمام هاي اللي بحصل عندنا زي ما ذكرنا هاي انت antigen شابك عليك antibody لكن لما رحت على الماكروفيج مين الـ receptor للـ Fc region للـ Fc region للـ Fc region واضح هاي اللي بحصل عندنا في هذا الموضوع وبصير عندنا عملية الفاجوسيتوسيس بشكل أو بآخر. In any antibody molecule H chain are identical and low to that's right زي ما قلنا كابا 2 لامدا 2 اي جي ام كابا 2 مثلا ميو 2 لامدا 2 اور ميو 2 كمان بقول لي انا سب كلاسز عندي والله قلنا اي جي جي 1 2 3 4 نفس القضية ايش يعني؟ والله انا في عندي شوية امينو اسيد تختلف في مناطق الهيفي تشين نمبر اوف امينو اسيد تمام وفي عندنا الدايسلفايد بوند ممكن يكون مختلف قديش عددهم تمام وبعض الاحيان بصير عندنا شويه امينو اسيد تختلف في منطقه الهنجي ريجن وضحت اذا انا جي 1 وجي 2 وجي 3 و4 فينا تشابه لكن في عندنا شويه اختلافات
في الامينو اسيد الموجود عندي في الهيفي تشين، في الامينو اسيد الموجود في في منطقه الهنج ريجون. تمام، هذا الكلام ممكن يحصل عندنا بشكل او باخر. وكذلك الاي جي اي، في عندنا اي جي اي 1 واي جي 2 اي جي اي 2، في هناك اختلاف في عدد برضه نفس القضيه الامينو اسيد، سواء كان في الهنج ريجون في الكونستنت ريجون وبعض احيان في الدايسلفايد بوند نمبر. تمام، عشان هيك الاي جي سميته 1 2 3 4 هون موجود. اذا ممكن انا الاقي كمان بدك تحط في مخك انه مليون عندي اي جي جي 1 لكن ممكن يكونوا مختلفين. ليش؟ مالناش دخل في الهيفي الهيفي هيفي، لكن الفيري في الكونستنت ريجون في الفيريبل ريجون بتاعت الجي. تمام، سواء كان على مستوى اللايت تشين والهيفي تشين، هذه الفيريبل ريجون هي اللي اعطتني الاختلافات في عمليه الارتباط مع ديفرنت انتي جينز في العالم الموجود عندي بشكل او باخر. إذا بقول الـ L chain have 2 والـ H chain have 4 or 5 domain. تمام؟ يعني الـ L chain عندنا domain light domain، عفوا الـ light chain عندنا variable domain constant domain. الـ H chain ممكن يكون عندي ايش؟ 4 أو 5 أو 5. ايش 4؟ واحد variable وعندي 3 في الـ constant دومين في الهيفي، او ممكن يكون واحد فيريبل وعندي اربعه في الكونستنت دومين بتاعت الهيفي. تمام، في عندنا بقول لي دائما فوق في عندي في منطقه الانتيجن ارتباط، في عندي ايش هايبر فيريبل ريجون. تمام، هذا الكلام نحطه في ذهننا بالشكل او باخر. اذا دائما في عندنا يوجد عندي هنا كونستنت لللايت، وعندي كونستنت للهيفي 1 وكونستنت هيفي 2 وكونستنت هيفي 3 وكونستنت هيفي 4، بيعتمد على طبيعه الانتي بادي الموجود عندنا. تمام، في عندنا كمان دال سلفايد بوند بينهم ترتبط له مجره، في عندنا انتر اكشن بيحصل كمان بين اللايت وبين الهيفي تشين بشكل او باخر. خلينا نشوفهم في شكل اخر في هذا الموضوع، بس احنا ان شاء الله خلينا نقف هنا على اساس الكلام بينسي بعضه، وبنتحدث ان شاء الله في محاضرة اخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.